موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود الخصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما ابدا المقطع شكرا لكم على الدعم، واعتذر على الاداء في اليومين هذه من القناه لاني كنت مسافر يوم خميس، الحين رجعت. احاول مقاطع يوميا اذا ما تقدر اختبار نهائيه، بعدين اوقف سالفه المقاطع اليوميا، كل ثلاث ايام مقطع، كل يومين مقطع وزي كذا. فاذا قدرت انزل مقاطع نزلت، ابشروا يعني ما مقصر معكم باذن الله. اليوم راح نلعب مابات روكت ليج حق التدريب متعرقين اوكي. والله يرر من زمان ما صورت وما اعرف اقدم حتى. قبل ما ابدا المقطع لا تنسون كود رايتوب شوب، الله يسعدكم، في اس ال ثلاث حروف جدا سهل. حطين حط 14 يوم، بعد 14 يوم تبي تحط كودي، تبي تحط كود اي احد، بس حط كود، لا تخلي فاضي، انه راح يستفيد اذا شريت اي شيء سواء روكت ليج ولا فورتنايت. بسم الله، خلونا ندخل. وي صح موقع اللي في البدايه ليج اكستشينج، ترى يعني اللي يبغى اشياء ترى كود في اس ال زي كود رايتوب شوب هناك، حطه هناك يخصم لك، بس اقول لكم يعني. طيب خلينا نروح ورك شوب. اليوم اليوم الماب برعاية القهوة. اوكي نلعب هذا اللي هو سبرينج لكن اكبر من سبرينج ذيك اللي راح. اوكي توقيت. هلا بي، يمين بالله الماب جامد عيال يا كذاب. امداك تبدا لو تلاحظون عندكم يمكن يكون الوانه خافته، ما ادري شلون زي كذا، بس عندي في الشاشه اسطوري الماب. هلا بي يقطعون من القهر. من ليفل 2 حمست شوي. اوكي لازم اننا نوزن شوي، ان اول مره اصلا نلعب ماب في هذه السياره. لا عدنا نلعب بوكتين لكن هذه السياره اكبر منها تعتبر. الله 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 الله، هذا كان يتحمست. اوكي اتوقع الحين تصير سهله. نوزنت صح. اوه تكميل على بالي اننا ارضيه، والحمد لله اني ما نزلت. اوكي ايزي، انا يقهرني المثلث هذا اذا حول على البول كام كذا يجي فيك الهيد زي كذا. متعدل وزني. اوه لا 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 لا. طيب هنا لو تلاحظون انا ايش قاعد اقول، انا وش ذا، انا ليش قاعد ارقى فوق هذه؟ طيب كمل كانه ما صار شيء. هذه يمين مره والله. اوكي اخر واحد. الله لا. اوكي اللي بعده يا اخي، الشكل ماب مع الالوان هذه الخافته لو تلاحظون الاحمر. يا ساتر يا ساتر، هنا لازم انك توزن البوست. يا ساتر والله رهيب، والله صعب ترى الارضيه لاصقه فيه مره. اوكي لازم. يا ساتر شوف كيف، يا ساتر لازم توزن اكفاء. ساتر. اوكي لا 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 يو يو يو. يا ساتر ما يخلص ذا. اوه على نزله. يا ساتر يا رب. اوه الحمد لله اني وزنت الحمد لله. يا ربي يا ساتر، والله الليفل ذا طويل جدا، 6. اوكي وصلنا، اخذ بريك، اكلنا بسكوت. يا ساتر والله صعب توزينها، والله انه صعب. اوكي واذا وزنت على السياره انها فوق او وزنت السياره انها، يا ساتر يا ساتر، واذا وزنت السياره انها كذا ناظر فوق السياره امورك طيبه. يا ساتر دخ راسي يا شباب. يا ساتر متى يخلص الماب يقطع شكله، والله طول. هنا لازم نوزن شوي. يوه والله صعب. اوكي هنا هجت شوي لكن كنت ابغى اشوف الماب واشوف تكمله. اوكي باقي 4 و5 و6 و7. يا ساتر ما تخلصوا. يس 8 الحمد لله. يا ساتر نايس، هذيك نهاية ولا ايش؟ لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل، انا مسرع مرة. يا ساتر التوزينة. لا 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 يا ساتر، انا كيف وزنت؟ والله كيف وزنت؟
والله ياو يا الله العظيم كيف استنت انا لا لا شوف كيف على نزله شوفوا كيف هذا جي جي هذا جي جي جبته 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 لا 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 تكفى لا 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 هجت 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 والله قمت اصقع لكن الحمد لله اني قاعد اوزن اوكي صار شوي صار شوي لا تكفى لا 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 تكفى كمل كمل الحين بنوصل عندك المرحلة اللي اصعب شيء بسم الله والله بغيت المس الارض لكن الحمد لله وزنت هذا على ورا شوي هذا على ورا شوي على فوق على فوق على فوق على فوق الحمد لله اني ما صقعت ما وزن كذا المثلثين يا ساتر يا رب يا رب يا رب يا رب ما تهج ما بقى شيء ما بقى شيء والله ما بقى شيء لا والله باقي شيء باقي كثير يا ساتر ولازم انك ما تسرع اذا سرعت خرب كل شيء حرفيا خرب كل شيء يا ساتر بقى قدامنا هذولي بس ايوه وزننا 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 يا ساتر شوف كيف هذه جبل اللي قدامها يا عيال اذا ما حطيتوا لايك والله بحق على دي والله بحق على التوزينه يا ساتر رق قهوه معليش يعني اوكي هذا على فوق على فوق على فوق اوكي وزن وزن دايم خلي السيارة كذا بالضبط هذه الوزنيه حقت انك تنزل ترقى كل شيء يا يعني انك تترك بوست يا يعني انك تضغط بوست وعلى هالحال اوكي وزنت انا عشان اوقف هنا وبعدها حرك انا ما ادري متى يخلص الماب هذه مشكله ايوه اوكي اوكي كنا ما صار شيء رجعنا اللي قبل شوي بس كنا ما صار شيء اوكي والله صعب يا عيال شوف كيف بين جبال بين جبال بين صخور تكفى يو شوف اللي قدامي دخ راسي يا عيال يا الله انا بيخلص 10 مراحل وبعدها ننتقل ماب ثاني لان صراحه الماب هذا جدا لحظه شوي تكفى انا بوصل ذيك المرحله وبعدها ابدا عد الوزنيه شوي لان صعبه جدا اللفه ذيك اللي تو مت فيها او طحت فيها يا ساتر يا ساتر شوف هذه الرينجز ذي اللي ما ادري شلون جايه انا كني قلت في بدايه الماب انها سبرينج والله ما ادري رينجز سبرينج اللي هو ايوه 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 وزن 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 يا مدير وزن تكفى ايوه انا ما ابغى انزل نزله قويه لان بعدها لفه ما تشوفون اخر شيء اوكي وزن وزن تكفى لا 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 ترجع السياره على ورا زي كذا كيف وقفت عشان اروح الرينج اللي بعدها اوكي امورنا طيبه للحين والله العظيم فيها صعوبه مره ايوه ايوه عدلت الشاشه الله يقرب ليسها تو قاعده تناظر في الكره هناك عدلتها وما تعدلت هدي هنا هدي هدي لان اللفه هي اللي طحنا فيها قبل شوي هدي وما ادري كم ستيج او ليفل تكفى ما بقى شيء تكفى 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 ما بقى شيء ما بقى شيء يوس وصلنا 10 بسم الله يا ربي بسم الله يا رب والله ذي شكلها صعب مره بكثير يا ساتر يا ساتر يا ساتر اوكي اوكي شوف اللفه اللي بعدها عند الحجر هذا كيف كيف يقطع من القهر هذا اخر ليفل خلصه بعدها نحول على الماب الثاني الماب الثاني حق تدريب الايم اللي انا ضايع فيه ضايع فيه جدا الى الحين امورنا طيبه صح اصبعي جاء شد عضلي او اصابعي جاء شد عضلي لكن لا 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 وش ذا علقت سياره يا شباب علقت والله والله صدفت شباب صدفت مرت واحدة بس صدفت الحمد لله انهم معدوني الحمد لله معدوني يا ربي
الله 12 يا خلينا نشوف كم ليفل. والله 11 ديث اوكي 11 موتة بس كم ليفل؟ والله ما اتوقع. خلاص الباب الاول ما بالاول كان رهيب جدا وصح والله في صعوبة يعني الرينجز هذه شغالة. ايم تريننج يقول تبغى ايزي ولا نورمال؟ خلينا ناخذ ايزي خلينا نشوف. علينا ايم اوكي اثنين واربعة صح ثلاثة واربعة تقريبا. شوتات شوف كيف ضعيفة ما اعرف اشوت حتى يحط لك الكور من مكان بعيد لا تكفى مشت عارضة والله شكلها عارضة يا ساتر والله ترى وزنية الكور شوفوا كيف يحطونها يعني هذا اوكي كويسة شوف هذه في المسافة احمر قهر لا 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 تكفى هدف حسبوها اشوى الحمد لله نحسبوها صح ان طقاتي خفيفة خفيفة مرة ابغى اتعلم على والله يبغى اتعلم على ايه يبغى اتعلم على الشوت القوة هذه ان كلها تطلع كذا يعني مع البوست بس اني ضغطت بوست اضيع انا فابغى حل هذه مشكلة يعني هذا الماب هذا الماب بيعدل ايمي شوي هذا اذا جيت العب مفروض اذا جيت العب كومب يعني مفروض اني اروح اتدرب على هذا الماب بعدين العب لاني احسن الايم والله اعرف وزنية كورة حلو وصلنا 9 10 مع ان الشوتات خفيفة زي ما قلت لكم لكن ابغى اوصل سكور وبعدها اتعلم على الشوتات القوية. اوكي 12 والله العظيم قاعد اضيع تضيعات خايسة مع ان اللي قبل شوي يعني يمديني الفها بس زيادة. لكن استعجال. ابغى اخلص الراوند سريع. يلا مرة ثانية. 10 11 لازم نغش لازم نغش خلاص. ازلت نضيع كور ما ادري ايش تبي ما ينفع. انا المفروض اني اشوت على طول لكن السياره كانت من قلبه 14 15 عم نجيب 20 16 17 حلو في تقدم لا 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 17 حلو 18 عم نجيب 20 16 20 حلو 24 يا عيال صاير 25 يا عيال 26 يا لبيه لا لا بنجيب 30 يا عيال 30 نجيب 30 يا شباب هذه صعبة شوي خليها خليها يا رب اوه جاب مع انها ضعيفة بس اوكي 30 الحمد لله لا هذا جبنا فيها العيد بس هكذا مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك اشتركوا في القناة كنتم مشتركين المابات جدا رهيبة اثنين لعبتهم اللي صار اني يعني كنت بلعب ماب ثالث لكن للاسف الماب طلع يعني شوي فباذن الله في الحلقه الجايه اذا تبون انزل حلقه في اقرب وقت باك توصلون هذا المقطع 15000 لايك والله العظيم انكم تقدرون وايزي الله يسعدكم كود رايتم شباب لا تنسون في اس ال اي صح اعطوني رايكم بالسلسله اللي نزلتها كانت مع المتابعين اللي العب مع متابع اذا فوزني راح ادور الدوامه واللي يجي في الدوامه هذه راح يكون له فاعطوني رايكم اشوفكم على خير سلام.